تسع خيل لتكون الأكثر جاذبية أينما تواجدت. هل لاحظت أن لبعض الأشخاص قدرة على كسب ثقة أي أحد وتكوين صورة إيجابية عن أنفسهم بكل سهولة؟ قام جيف هايدن، وهو واحد من أكثر الأشخاص تأثيراً على موقع لينكدإن، وكاتب لنحو 30 كتاباً عن الأعمال والتواصل، قام بتفسير طريقة قيامهم بذلك. اتضح بأنهم يعلمون بعض الأسرار البسيطة، وسنمنح لك اليوم الفرصة لاكتشافها جميعاً. إليك تسع سمات أساسية تجعل أي شخص يبدو متحلياً بالثقة والجاذبية أكثر. 9. لا يخاف الخسارة. لا يحاول الشخص الجذاب الفوز بكل شيء، بل هدفه تقديم المزيد من دون توقع شيء في المقابل، وليس من الصعب عليه الاعتراف بالخطأ والفشل أو التحدث عن نقاط ضعفه، وهذا أمر ليس بمقدرة أي شخص فعله. قد يقول بكل صراحة: أنا أغار منك، أو لا أستطيع فعل ذلك، أرني كيف. وذلك لمعرفته بأن الناس يقدرون الصراحة والمشاعر الحقيقية. 8. يظهر لك سعادته بلقائك. من المهم الحفاظ على التواصل بالعينين أثناء الحوار، ومن المؤكد أن من له كاريزما يعلم ذلك، فهو يبتسم عند تبسمك ويعبس أو يومئ برأسه عند قيامك بذلك، ولكنه لا يحاول تقليدك فقط، بل يركز على ما تقوله ويصغي إليك جيدا، كما وينتبه لجميع انفعالاتك وكلماتك، فتساعدك هكذا انطباعات على إيجاد قواسم مشتركة مع أي أحد، وعلى كسب ثقة الشخص الذي تتواصل معه. 7. عن التفاهم المتبادل. يبحث معظم الناس من دون وعي عن التناقضات والاختلافات مع الآخر، ما قد يؤدي إلى الخلاف عوضا عن الحوار، إلا أن من له كاريزما يبحث دوما عن الأساس المشترك مع أي أحد. لذا إن كنت ترغب بأن تكون أكثر جاذبية للآخر، حاول فقط إيجاد أساس مشترك بينك وبينه. ستساعدك هذه الحيلة على بدء حوار مثير للاهتمام وخلق انطباع إيجابي. 6. يستعمل قوة اللمس. يعتبر اللمس وسيلة فعالة في مساعدة الناس على فهم مشاعرهم بطريقة أفضل. حاول العلماء في تجربة حديثة التعبير عن 12 شعورا من خلال لمس محاوريهم من دون كلمات. وقد تم التعبير عن المشاعر بطريقة صحيحة بنسبة 50 إلى 83% من الحالات. إذن عند رغبتك بتهنئة أحدهم، فكر أولا كيف ستفعل ذلك بصورة أفضل. ويعتمد التعبير عن المشاعر على الموقف، فإما بالمصافحة بالأيدي أو بالتربيت على الظهر، حيث سيساعدك هذا على إظهار مدى صدق كلماتك والتعبير عن المشاعر الصحيحة وكسب ثقة الآخرين. 5. يتقن أسلوب استخدام تعابير الوجه والإيماءات. يعبر الشخص الجذاب عن مشاعره بطريقة مذهلة ودقيقة، فبإمكانه تحويل أكثر القصص مللا إلى حوار شيق، وذلك بواسطة الإيماءات والوجوه المعبرة بالطبع عند اقتضاء الأمر لذلك، فيظهر الأجواء الحقيقية لقصته. ستساعدك هذه الحيلة على إثارة اهتمام الآخرين بصدقك. 4. لا يخشى أن يبدو سخيفا. قد لا يكون متفوقا في التزلج على الجليد أو لعبة تويستر، ولكنه لا يخشى أن يجد نفسه في وضع محرج، ومن المستغرب أن الناس يحترمونه أكثر لهذا السبب.
فإذا لم تكن خجولاً بإظهار نقاط ضعفك ولا تخشى أن تبدو سخيفاً، فلن يسخر منك الآخرون، بل سيضحكون معك. يفهم الجميع بأن هذه أمور طبيعية، فكلنا نخطئ. ثلاثة، يبرع بطرح الأسئلة. باستطاعة الشخص الجذاب أن يجعلك تتكلم عن نفسك بسهولة، حيث لا يتوانى في طرح الأسئلة وكذلك في التحدث عن نفسه. يرغب هكذا نوع من الأشخاص بمعرفة ما تفكر به بكل صدق، وهذا ما يجعلهم جديرين بالثقة. حينما تعرف معلومة عن أحد ما، قم ببساطة بطرح المزيد من الأسئلة عليهم وأخبرهم بأشياء مشابهة عنك، فيدركون بهذه الطريقة أن هناك ما تتشاركان به، وقد يكون هذا موضوعا لحوار ممتع. اثنان، يتذكر الأسماء دوما. Hey Brandy, Heather, Channing, Brianna, Amber, Sabrina, Melody, Dakota, Sierra, Bambi, Crystal, Samantha, Autumn, Ruby, Taylor, Tara, Tammy, Lauren, Charlene, Chantel. يتذكر الشخص الجذاب دوما الأسماء وتفاصيل صغيرة أخرى عن الآخرين بكل دقة، فتذكر الشخص لاسمك عندما تكونان على معرفة منذ فترة قصيرة، أو تكونان قد التقيتما مرة واحدة، يشعرك بالأهمية أكثر في الحوار. Now, say my name. نادي الأشخاص بأسمائهم وتذكر أسماء أصدقائهم وأقاربهم وحتى حيواناتهم الأليفة، فهذه واحدة من أسهل الطرق لجعل الآخرين يفكرون بك بإيجابية. واحد، ينصت كثيرا ويتكلم قليلا. معظم الناس لا يستطيعون الإنصات مطلقا، ولكنهم يحبون التحدث عن أنفسهم، حيث يرغب الجميع بمشاركة أخباره الخاصة. ولكن لنعترف بأنه من اللطيف أن تشعر بأن الجميع ينصتون إليك باهتمام ويتفاعلون معك عندما تخبرهم بقصة ما. يجيد الشخص الجذاب الإنصات للآخرين كما ويفضل الاستماع على الكلام، فبهذه الطريقة يتعلم المزيد من التفاصيل المهمة عن الشخص الآخر ويعثر على ما يتشاركه معه. لذا حاول في المرة القادمة الاستماع لمشاكل الآخرين وتفهم احتياجاتهم عند حديثك معهم، وإذا تمكنت من فعل ذلك فلن ينسوك أبدا. هل تتفق معنا على هذه النقاط؟ هل من السهل لك العثور على لغة مشتركة مع الآخرين؟ شاركنا آراءك في التعليقات أدنى، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والنقر على اشتراك لتبقى في الجانب المشرق من الحياة.